Hello everyone, welcome to my channel. This is Muhammad Saif. درسنا النهاردة هيكون شرح أسئلة Chapter 5 في قصتنا Escape from the Fire. قبل ما نعمل ده اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان كل الفيديوهات توصلك. يلا بينا نبدأ درسنا. Chapter 5 عنوانه In Budding Lane، في حارة بودينج. خلونا بسرعة كده نشوف الأحداث ونترجمها بالعربي وبعد كده نشوف الـ questions بتاعتنا. طبعا كنا وقفنا في الشابتر السابق عند إن روبرت اكتشف إن البويز سرقوا منه الـ time travel form، فهو بيكلم توبي بيقوله إن بدون الـ time travel form ده مش هيقدر يرجع للبيت. فتوبي شاف إن روبرت كان قلقان وأكيد إن الولاد دول موجودين في أي مكان، فروبرت قال له نعمل إيه؟ فقال له إن هل لوسي معاها أو جات هنا عن طريق الـ time travel phone برضو؟ فروبرت طبعا فرح لأن جات له فكرة إن فعلا إن لوسي معاها تليفون سفر عبر الزمن وهي تقدر ترجع البيت وتجيب تليفون تاني لروبرت عشان يقدر يرجع بيه البيت مرة تانية. فتوبي قال له طب يلا بينا نروح البيت عشان نشوف لوسي. توبي عايش في بيت طويل وضيق موجود في النهاية الشمالية لحارة بودينج لين، وطبعا أول ما دخلوا البيت توبي وشوش روبرت وقال له إن لازم يبقى هادي لأن مامته في السرير وإنها مش كويسة تعبانة يعني. روبرت وتوبي تسلقوا السلالم ولحد ما وصلوا الأوضة كده ضيقة اللي كانت البنات موجودين فيها. لوسي أول ما شافت روبرت طبعا كانت فرحانة جدا وقالت له إنها كانت مرعوبة إنها مش هتقدر ترجع البيت تاني وإن التليفون اللي معاها مش شغال. روبرت شرح لها المشكلة إن هي لازم تكتب الباسورد بطريقة معكوسة عكس طريقة الذهاب. توبي بصوا على التايم ترافل فون ده وطبعا وقال إن شكله مذهل جدا وكان بيتمنى إن أبوه يقدر يشوف التليفون ده. فلوسي قالت له ما فيش مشكلة إن بابا يشوفه، ولكن قال لها إن بابا بحار وموجود في البحر دلوقتي في مكان بعيد جدا. روبرت قال لوسي إن تليفونه اتسرق، بعض اللصوص سرقوه منه وإن هي لازم ترجع البيت وتجيب له تليفون تاني. لوسي طبعا بسرعة كتبت الباسورد والمكان والتاريخ اللي هي عايزة تروحه، وطبعا كتبت الباسورد بطريقة معكوسة. في لحظة طبعا اختفت، وطبعا كان توبي ومولي أخته كانوا مدهوشين جدا من إنها اختفت قدامهم. روبرت قال لهم إنها ترجع بسرعة. توبي قال له طيب مش حابب إن أنت تكتشف لندن كده وأنت موجود معانا؟ قال له أكيد طبعا. التلاتة خرجوا من البيت ومشوا مع بعض في البودينج لين. وهم ماشيين في البودينج لين روبرت وقف قدام المخبز وقال لهم هل يا ترى يقول للخباز ان في حريق هيبدأ عنده في الفرن النهاردة وان دي بداية حريق لندن العظيم؟ I'm going into the bakers. روبرت قال لهم ان هيدخل يقول للخباز، وفعلا دخل وكانت هانا البنت الخباز موجودة وكانت بتحط بعض البسكوت في قلب باسكت، وهي اول ما شافته قالت له ايه اللبس الغريب اللي انت لابسه ده؟ قال لها ده عشان انا جاي من المستقبل. بصت له بنتهاش انت جاي من المستقبل؟ قال لها ايوه فعلا، وانا جاي اقول لك ان في حريق كبير جدا هيبدأ من عندكم النهاردة وهينتشر في كل لندن. قالت له ما تبقاش سخيف. قال لها بس دي حقيقة. قالت له محدش بيقدر يعرف المستقبل، لو سمحت امشي اصحابك مستنينك بره.
لا بس انت لازم تسمعيني وتصدقيني. فجأة صوت راجل ظهر خلف منه بيقول له ايه اللي بيحصل هنا. روبرت قال له ده طبعا الراجل ده كان توماس ثيرنر اللي هو الخباز او صاحب المخبز. قال له ان في حريق عظيم هيبدأ هنا النهاردة. فالراجل طبعا بص له كده وهو مش مبسوط وقال له ما تبقاش سخيف ودلوقتي امشي من هنا. وفتح له الباب وعشان روبرت يخرج. وبس روبرت قال له لازم تسمعني، في فعلا حريق هيبدأ من عندك النهاردة لازم تصدقني. ولكن الخباز دفعه خارج المخبز بتاعه للشارع. خلونا نشوف الأسئلة اللي ممكن تجينا على chapter 5. Answer these questions. Who couldn't go back home without his travel phone? أكيد طبعا روبرت. Where was Lucy? She was at home with Molly. كانت في البيت مع مولي. Where did Toppy live? كان عايش فين؟ He lived in a tall, narrow house at the north end of Pudding Lane. Oops. Wait. كان عايش في بيت طويل وضيق في شمال حارة البودينج لين. Why did they have to be quiet? ليه لازم إن هم الولاد يعني يكونوا هادين وهم داخلين البيت؟ Because Toby's mother was asleep. كانت مامة توبي كانت نايمة وأكيد كانت تعبانة. Where did they find the girls? In a small room at home. Where did Robert stop? توقف فين؟ He stopped outside the baker's shop. خارج محل الخباز. Who was Hannah? مين كانت هانا؟ She was a baker's daughter. Who was Thomas Ferner? مين ده؟ He was the baker. كان الخباز. Why did the baker open the shop door? ليه فتح الباب؟ To let Robert out. عشان روبرت يخرج بره. ده النوع التاني من الكويستشنز اللي بتجينا في الامتحان. Complete the following sentences. بنكمل الجمل. Number one, they had to be quiet because was asleep. Mean Toppy's mother, Toppy. They found the girls in a small room. Lucy feels pleased to see. كانت مبسوطة انها شافت مين؟ Robert. Robert stopped outside. توقف خارج ايه؟ The baker's shop. Hannah was putting some in the basket. أكيد some biscuits. وبكده انتهى درسنا النهاردة. اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان كل الفيديوهات الجديدة توصلك. See you.